كلام المرصع. ضيف الحلقة المفكر والكاتب المغربي مليم العروسي. مظاهر للمجتمع الحديث موجودة، ولكن واش الفلسفة اللي هي اللي تبنت عليها هذه الحداثة موجودة؟ واش احنا متشبعين بها؟ واش متبنينها؟ النهار اللي غادي نتصالحوا مع الجسد ديالنا يمكن نمشيو بعيد في ميدان الفن كله. إذا القوانين أو النظرة المجتمعية اللي خاصة بالجسد هي النظرة اللي يمكن تغير غدا. الكلام المرصع الاثنين مساءً على الأولى.